السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائي الطلبة في فيزيولوجيكال براكتيكال فيزيولوجي سوري. اليوم راح نحكي عن الفيتال ساينز مجموعها. الفيتال ساينز هي مثل ما حكينا احنا بالمختبر السابق، هي very important science، وهي تعتبر primary measurements for diagnosis. يحتاج انه كل طبيب انه يقيس الفيتال ساينز للبيشنت كتشخيص اولي مبدئيا، انه هي مهم جدا انه يتعرف على العلامات الحيويه للشخص المريض. وهي اربعه، رغم انه بعض المصادر تدخل البين وياهم فيعتبرون خمسه، لكن الاكثر شيوعا هي for vital signs: body temperature, sorry, blood pressure, pulse rate, respiratory rate, and body temperature. Blood pressure احنا حكينا عنه، بس هسه جاي بما انه جاي نحكيها بمجموعها فنمر عليها. اللي هو من نريد نقرا blood pressure، انت تعرف ان هي normal value or normal range of blood pressure، خلي ببالك انه انا عندي two measurements or two readers، اللي هي السيستوليك والدايستوليك. السيستوليك هي from 100 to 140 mmHg السيستول، والدايستول النورمال from 60 to 90 mmHg. هذا هو النورمال، هذا الرينج. لكن التيبيكال او الجولد بلاد بريشر ميجرمنت هو 120 to 80. لكن هذا بلس ماينس، حتى انه بعض المصادر تعتبر ال 140 هي هايبرتنشن، وبعض الاخر يعتبرها نورمال او الحد الاعلى للنورمال رينج. يعني الشخص اللي نقرا البلد بريشر مالته 140، يعني نقول هو بري هايبرتنشن، ما يعني من نوصل ل 60 نقول بري هايبرتنشن، فهي الحدود العليا والدنيا للبلد بريشر. Pulse rate هي from 60 to 100 beats، أيضا بلس ماينس يعتمد، وهو أصلا الرينج واسع ده تلاحظون، يعني عدد ضربات القلب خلال 1 minute complete 1 minute. Respiratory rate هو for adults 16 to 20 breath per minute، يعني عدد مرات التنفس، يعني النفس، يعني أقول breath يعني شهيق زفير، inspiratory و expiratory. عدد مرات الـ breath per minute اللي هي 16 to 20. body temperature from 36.6 to 37.2 centigrade. هذه هي تحفظوها، مهمة جدا. نجي هسه على details بالنسبة للـ blood pressure. يعني احنا حكينا عنه، بس مر يعني الامور انا اقول اللي يحتاج تركيز عليها، اللي هو النورمال رينج اخذناه كنا 100 to 140، هذا بالنسبه للسيستول، والدايستول 60 to 90. لكن ارجع اقول لكم الجولد او التيبيكال بلاد بريشر هو 120 to 80. هذا النورمال رينج، النورمال بلاد بريشر اللي هو هنا نسميه الجولد بلاد بريشر. هذا شباب الاوبتيمال او الجولد او التيبيكال هو 120 to 80. دائما يكون بلاد بريشر قراتي. من تسمع بلاد بريشر، هو شنو يعني بلاد بريشر؟ فورس اكسيرتد باي بلاد اجينست ارتريز، نا كونتراكشن اوف ذا هارت. شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي ايجكشن اوف بلاد. وين راح يروح هذا؟ يدخل الارتريز، فاثناء مروره بالارتريز راح يسلط فورسز على جدران الارتريز، سواء كان جدران large or middle or small arteries، كل أنواعها. نا مرور passage of blood
through arteries will exert a force against the wall of arteries. فهذا هو معنى blood pressure, هي force of blood against arteries. طبعا السيستول هو high blood pressure اللي هو مثل contraction of the heart. الدايستول low واللي مثل relaxation, أكيد هو الهارت يعني بصورة مستمرة عند contraction relaxation. فالسيستول مثل القراءة أثناء contraction, والدايستول مثل القراءة during relaxation of the heart. إذا blood pressure هنا بمعنى جاء أكون أنا force of blood against arteries. فهنا عندي two factors will affect on the blood pressure. شنو هما الفاكتورز؟ cardiac output اللي مثل contraction, النتاج القلبي cardiac output يعني مقدار أو كمية البلد اللي جاي يضخها للهارت أثناء contraction نسميه cardiac output, اللي هو راح نشوفه خلال contraction معنى راح يمثل لي السيستول. وبالمقابل الفاكتور الثاني اللي يأثر على blood pressure هو peripheral resistance, المقاومة المحيطية للارتريز. أكيد هو عندما يصير عندي artery أثناء مرور أعتقد أكو صورة توضح لي إياها. أثناء مروره خلال الأرتريز راح الأرتري أيضا إلى حدود معينة إلى مقاومة حيسلطها على البلد, يعني ما راح يكون الأرتري flexible لدرجة إنه خلال contraction يتوسع إلى يعني حدود يعني خلينا نقول إلى مدى واسع, إلى مقاومة معينة ممكن يواجه بها البلد أو قوة البلد المسلطة عليه. بمعنى إنه أنا عندي مقاومة محيطية من قبل الأرتريال pressure arterial walls, فهذا اللي أسميه ما أعرف أكو صورة أعتقد تمثل arteries ما جاي ألقاها. المهم فأنتوا خلوا ببالكم أنا عندي عامل يعني أثر على blood pressure اللي هم ياهما cardiac output يمثل contraction أو يمثل amount of blood during contraction, قد إمكانية القلب إنه يضخ كمية من البلد, هذا أول عامل. بالمقابل عندي الـ peripheral resistance, فهو التوازن ما بين هذا العاملين هو اللي يحدد الـ blood pressure. تسمع على معنى الـ mean arterial pressure, هو الـ mean arterial pressure هي average of arterial pressure with time, يعني معدل ضغط الدم خلال وقت, هنسميه مين arterial pressure. بمعنى انه الى اهميتها تكمن بقياس نسبة الضغط اللازم لحصول جميع اعضاء الجسم على كمية كافية من الدم, يعني هي مهمة جدا. ليش؟ لانه نعرف احنا كمية البلد الجاي يصير بها ejection او during contraction of the heart كافية انه توصل البلد لكل انحاء الجسم. شلون راح اعرفها؟ من خلال المين arterial pressure. طبعا هي عملية حسابية, المعادلة موجودة عندكم تحفظوها. طبعا النورمال رينج حفظوا, النورمال رينج هو 70 to 100, واضح؟ فالمين arterial pressure مهمة جدا. طبعا تتأثر أيضا بالعوامل اللي تأثر على blood pressure, لأن هي أصلا تمثل معدل blood pressure. فنفس الفاكتورز اللي هي cardiac output والperipheral resistance. ما بقي من procedures وتفاصيل الكروت كوف والوايت كوت هايبرتنشن والسيمتومز اوف هايبر وهايبرتنشن, هذه كلها حكيناها وهي يعني موجوده عندكم, ما يحتاج لها يعني اسهاب الموضوع. انتوا اقروها وركزوا عليها, مهمه جدا, وراكم امتحان ان شاء الله يعني تجون هالمره افضل من الكورس الاول. وهذا هنا الى هنا ينتهي البارت 1 of vital signs. إن شاء الله حأكمل وياكم باقي الـ vital signs.